Ronaldo! Messi! Messi سعدت! Golazo! Golazo! Neymar! شعل النار! Neymar! اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الرياضة اليوم، والتي نخصصها اليوم للحديث عن البطولة الألمانية لكرة القدم. أوقف الاتحاد الألماني لكرة القدم مباريات الدوري الألماني بعد نهاية جولته 25 حتى 2 نيسان إبريل المقبل على أقل تقدير، ولا يزال البايرن يتصدر جدول الترتيب ودورتموند في المركز الثاني. لنتابع التقرير التالي عن موقف فرق البوندسليغا بالقمة والقاع، ثم نعاود الحوار. توقفت ماكينة الدورية الألمانية عن الدوران بعد إنجاز أسبوعها 25، ويتربع بايرن ميونخ على صدارة الترتيب برصيد 55 نقطة جمعها من 17 فوزا وأربعة تعادلات ومثلها هزائم. ونجح مهاجمو العملاق البافاري بتسجيل 73 هدفا، وكان البولندي روبرتو ليفاندوفسكي أبرز المسجلين في صفوفه بإحرازه ل 25 هدفا، 3 منها من ركلات جزاء، بينما اهتزت شباك البايرن 26 مرة. وفي المركز الثاني حل بروسيا دورتموند بعد انتزاعه وصافة الترتيب من لايبزيغ إثر تغلبه على بروسيا موشنغلادباخ صاحب المركز الرابع بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة 25 من البوندسليغا، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة متقدما على لايبزيغ صاحب المركز الثالث بنقطة وحيدة، والذي تعادل بدوره مع فولفسبورغ. وفي القاع كما القمة يبدو الصراع على أشده بين عدة أندية من أجل تفادي الهبوط للدرجة الثانية، مع تبقي 9 جولات على ختام البطولة. أكثر تلك الأندية المهددة بالهبوط حتى الآن بادر بورن الذي يقبع في المركز 18 والأخير برصيد 16 نقطة بعد تلقيه لخسارته 17 هذا الموسم حتى الآن أمام كولن. أما فيردر بريمين فيأتي في المرتبة 17 متخلفا ب4 نقاط عن فورتونا دوسلدورف صاحب المركز 16، والذي يمتلك بجعبته 22 نقطة بحصيلة 5 انتصارات و7 تعادلات و13 خسارة. هذا ومن المقرر أن تجتمع الأندية الألمانية في الأسبوع الأول من شهر نيسان إبريل المقبل لاتخاذ قرار بشأن استئناف المنافسات أو تمديد فترة الإيقاف. نعم مشاهدينا الكرام، للحديث عن محاور حلقة الليلة تنضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الإعلامية الرياضية ليال التيماني. فأهلا ومرحبا بك ليال على شاشة قناة اليوم. مرحبا بك كابتن، تحية طيبة لك ولكل المشاهدين. أهلين ليال. ليال، مباشرة ندخل في صلب الحلقة. 9 جولات فقط على نهاية البوندسليغا، والبايرن يتصدر اللائحة بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه. نعم، يعني وصلنا كما قلت تبقى 9 جولات فقط قبل نهاية الدوري الألماني، وبسبب انتشار فيروس كورونا والأوضاع السيئة في أوروبا تحديدا وفي كل العالم توقف الدوري. استفادة كبيرة جدا يحصل عليها باير لأنه في القمة، تفصله بضع نقاط عن دورتموند. دورتموند طبعا كان يشكل خطرا كبيرا على بايرن في حال في تواجهها وخسر بايرن من دورتموند، وفي مباريات أخرى أيضا خسر وفاز دورتموند، فسوف يعتلي الصدارة المارد الأصفر. ولكن الإيقاف اليوم بسبب انتشار فيروس كورونا هو لمصلحة بايرن بشكل كبير، بالرغم من الأوضاع
الصعبة التي يعاني منها الدور الألماني وكل الدوريات الأوروبية الكبرى. نعم ليال، كيف سيتعامل فليك مع الموقف؟ كما ذكرنا 9 جولات على نهاية البوندسليغا، والفارق طفيف ويعني قليل بين البايرن وأقرب مطارديه سواء كان بروسيا دورتموند أو لايبزيغ، 4 نقاط ب5 نقاط. هناك مواجهات صعبة للبايرن، لو تابعنا جدول مباريات البايرن سيلاقي دورتموند في ملعب دورتموند، وسيلاقي أيضا مواجهات صعبة للبايرن في المراحل التالية. نعم هذا ما كنت أقوله، أنه البايرن اليوم لا يوجد تدريبات في صحيح. كل ألمانيا لا يوجد هناك تدريبات للفرق، ولكن ما فعله فريق ألمانيا فريق باير هو أنهم قاموا بالتدريبات من المنزل عبر بعض البرامج الإلكترونية. هناك حصص تدريبية تجرى يقومون بها اللاعبين وهم في منازلهم، يديرها المعد البدني وأيضا هانز فليك، وبالتالي هذا وكأنهم في مقر التدريبات، لا ينقطعون أبدا عن التدريبات. هذا أمر جيد جدا. طبعا هناك خسائر سوف تكون مادية وإعلانية، ولكن المهم هي اللياقة البدنية التي يجب أن تبقى موجودة لدى اللاعبين، لأنه كما قلت ينتظر البايرن مباراة الكلاسيكر أمام دورتموند في السيجنال، وطبعا دورتموند يطمحون للفوز خاصة بعد تحسن أدائهم تدريجيا إضافة إلى انضمام هالاند لهم، وهذا سوف يجعل البايرن في موقف صعب، بالإضافة إلى عودة زولي، كما علمنا أنه في هذه الفترة عاد أيضا إلى التدريبات، كما أن ليفاندوفسكي أيضا أصبح جاهزا للمباريات الكبرى. نعم ليال، نتحول إلى الوصيف. بروسيا دورتموند الذي يسابق الزمن للحاق بالبايرن، سيستقبل البايرن ويتحضر للمواجهة، كلاسيكو ألمانيا، كلاسيكو الكرة الألمانية، وهو طبعا خرج للتو من دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام باريس سان جيرمان، وأيضا من كأس ألمانيا لم يبقى أمام تلامذة أو لم يبقى أمام أسود الفيستيفال سوى البطولة الألمانية. نعم لم يبقى لهم كما قلت إلا الدور الألماني. خروجهم أمام باريس سان جيرمان كان مفاجأة حقيقة، رغم أنهم قاموا بتقديم أداء مميز جدا في سيجنال إيدونا بارك، إلا أنهم في البارك دو فرانس كانوا جدا سيئين، لعبوا من دون جمهور، حتى من دون جمهور نادي الباريسي، لكنهم قدموا أداء سيئا. فافر لم يستطع أن يستخدم بشكل جيد هذه المباراة وحتى اللاعبين والتبديلات وخسر. اليوم لم يبقى لهم سوى الدور الألماني، سوف يستفيدون من عامل الأرض، سوف يلعبون على أرضهم أمام الباير، ولكن من دون جمهور. نحن نعلم أن جمهور دورتموند هو من أقوى، يعني هو أقوى جمهور في ألمانيا من حيث الساعة في الملعب ومن حيث جمال تحضيرهم للتيف والهتافات الموجودة في الملعب، لذلك دورتموند سوف يخسر تواجد هؤلاء معهم إذا أكمل الدوري لهذا الموسم. نعم الليال، هل يمكن لدورتموند اللحاق بقطار البايرن العملاق البافاري، خاصة أن العملاق الآن كما ذكرتي استعاد جهود هدافي ليفاندوفسكي؟ اليوم الوضع هو صعب للبايرن ولكنه أكثر صعوبة على دورتموند. لو أن بايرن ما زال ليفاندوفسكي غائبا وما زال الدوري يجري بطريقة عادية كما اعتدنا، لكان هناك حظوظ أكبر. كما قلت في الحلقة الماضية أنه دورتموند هو من أخطر الأندية التي قد يواجهها بايرن، ولكن اليوم بعد أن عاد ليفاندوفسكي وأصبح جاهزا وكل اللاعبين يقومون بتدريبات داخلية في منازلهم كأنها تدريبات يومية، أصبح البايرن وما زال هو المرشح الأكبر للفوز على دورتموند والفوز بالدوري. دورتموند تواجد إمريتشان اليوم يساعده كثيرا، تواجد هالاند بالإضافة إلى أجنحته ووسطه، ولكن
بالرغم من كل ذلك وجود لاعبو بايرن خاصة الأجنحة، كان جنابري هو اليوم من أفضل اللاعبين إضافة لعودة ليفاندوفسكي، وكمان بنسبة كبيرة قد يشارك، لذلك سوف تكون حظوظ دورتموند قليلة جدا في الفوز. نعم، نتحول إلى لايبزيغ، هذا النادي العنيد المجتهد الذي تخطى عقبة الفريق توتنهام وبلغ لأول مرة في تاريخ هذا النادي عتبة ربع نهائي التشامبيونز ليج، يستعد أيضا للحاق بكل من بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ على حد سواء. لايبزيغ كما قلنا موسم مميز جدا له بقيادة نجليزمان، من أصغر المدربين في أوروبا، مميز جدا، يجيد كيفية إدارة المباراة كما يجيد تحفيز اللاعبين واستخدامهم في مراكزهم. فوزهم على توتنهام أعطاهم دفعة معنوية كبيرة جدا، فوزهم ذهبا وإيابا طبعا. اليوم تركيزهم ينصب على الدوري، يريدون أن يكونوا إما في الصدارة أو حتى الوصافة، إذا لم يستطيعوا الحصول على الكأس سيريدون أن يحصلوا حتى أقله على الوصافة، وهذا ليس بأمر صعب لأنهم هناك نقطة واحدة فقط تفصلهم عن دورتموند. باعتقادي أنا بإمكانهم أن يقوموا بهذا الأمر، ولكن هناك إمكانية إذا ما انتهى الدوري ولم يستكمل فسوف يعلن بايرن بطل. هذا طبعا ننتظر قرار الاتحاد الذي سوف يجتمع في 31 من نهاية هذا الشهر ليروا إذا كانوا سيستمرون في المباريات أم سوف يتوقفون. لذلك إذا توقف الدوري سوف يكون لايبزيغ الخاسر الأكبر نظرا لحظوظه الكبيرة في التتويج أو لأخذ الوصافة. لذلك تنتظره مباريات ليست بصعبة ولكنها مصيرية نوعا ما، إذا لم تكن تؤهله ليكون بطلا تؤهله ليكون وصيفا. نعم بالفعل ليال، كما ذكرتي مباريات، لو أمعنا أيضا النظر في جدول مباريات فريق لايبزيغ نجدها سهلة بالمقارنة مع مباريات، طبعا لا يوجد شيء اسمه سهل في عالم كرة القدم، لكن بالمقارنة مع مباريات البايرن ومباريات دورتموند تبدو مباريات لايبزيغ أسهل. واليوم سمعنا أن لايبزيغ عاد إلى التدريبات الخاصة طبعا التي تأخذ الاحتياطات بعين الحسبان. يعني هي مخاطرة نوعا ما بعودة التدريبات حتى وإن كانت هناك طرق للوقاية والانتباه، ولكن نحن نعلم اليوم أن ألمانيا فيها الكثير من الإصابات وهناك تخوف كبير من انتشاره، وفي كل يوم نسمع إصابات تطال اللاعبين. لذلك لايبزيغ يعمل جاهدا، فريقه شاب، هذا ما يساعده، ليس يعني نسبة الأعمار في لايبزيغ صغيرة نوعا ما، لذلك تساهم وتساعد في تحسن بسرعة بشكل سريع لأي إصابة لأي غياب في الفريق. اليوم عودة إلى التدريبات هو أمر ممتاز جيد جدا طبعا مع طرق الوقاية التي طبعا سوف يأخذونها في النادي. المهم بالنسبة لهم أن يفوزوا في المباريات القادمة، أي تعادل أو أي خسارة سوف يؤثر سلبيا على الفريق، خاصة أنهم ليسوا في المركز الثاني بل أمامهم دورتموند حتى يصلوا إلى البايرن. نعم أيضا هناك صراع مستميت ومثير بين أندية بروسيا مونشنغلادباخ وليفركوزن وأندية أخرى كشالكي على المراكز المؤهلة للدوريات الأوروبية الموسم المقبل. نعم اليوم إذا أردنا نتحدث عن توقف الدوري وانتظار ما الذي سوف يحصل باجتماع الاتحاد، نجد أن شالكا هو من الأندية الرابحة حاليا إذا توقف الدوري، لأنهم مؤهلين لعدم التأهل إلى الدوري الأوروبي، كما نرى شالكا معهم 37 نقطة وأمامه ليفركوزن وغلادباخ ثم يأتي لايبزيغ، لذلك شالكي يعاني من تراجع في المستوى، هبوط في مستوى، وهذا التوقف نتمنى أن يتحسن مستوى اللاعبين، أن يعملوا
أكثر بدنيا على أنفسهم، بالإضافة إلى أن هناك تراجع حتى في حراسة المرمى عندهم، لذلك هذا التوقف سوف قد يساعدهم للتحسن. إذا ما توقف الدوري هذا سوف يساعدهم للتأهل أوروبيا. أما إذا رأينا ليفركوزن، ليفركوزن بعكس شالكي هو يمر في فترة ممتازة جدا، هناك انتعاش عند الفريق وهم قريبين جدا من التأهل لدوري الأبطال، لذلك أي خلل أي خسارة أي تعادل قد يعيق تأهلهم، لذلك هم وشالكي يعني فريقان متعاكسان، شالكي يعاني من ضعف المستوى بينما بالعكس ليفركوزن مستواه جيد جدا. نعم ليال، هذه بالنسبة للمقدمة. أيضا في القاع الصراع مثير أيضا بين عدة أندية، ماينز وأوكسبورغ وفورتونا دوسلدورف وبادربورن، طبعا للنجاة من شبح الهبوط. كيف، من هي الأندية القادرة على الإفلات من شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية؟ هذا يعني إذا رأينا أن بادربون هو أكثر الأندية التي من الصعب جدا أن تبقى في الدرجة الأولى، يملكون فقط 16 نقطة، وبالتالي هذا أمر من المستحيل أن يؤهلهم للبقاء في الدور الأول، هم من أبرز المرشحين للهبوط إلى الدرجة الثانية، ولكن إذا تم الاتخاذ بإيقاف الدوري وهذا ما لا نعرفه حتى الآن، فهم حسب ما قيل أنهم سوف يبقون، لن يهبط أي فريق، ستبقى كل الأندية كما هي وسوف يرفع من الدرجة الثانية يعني سيضاف من الدرجة الثانية أندية إلى الدرجة الأولى، لذلك بادربورن إذا وقف الدوري سوف يستفيد من هذا الأمر وسيبقى في الدرجة الأولى، ولكن إذا لم يتوقف الدوري هناك نسبة كبيرة يعني لا نحسبها 100% ولكن 80% سوف يهبط إلى الدرجة الثانية. بريمن أيضا يملك 18 نقطة فقط، وبالتالي أيضا مستواه من سيء إلى أسوأ، دفاعه مهزوز، لذلك سوف يتراجع وسيهبط للدرجة الثانية. أما دوسلدورف هو الأكثر، يملك الأكثر حظا في أن هو ماينز بي أن يبقوا قليلا في الدرجة الأولى، مع أن هذا أمر صعب جدا عليهم. نعم ليال، على ذكر فيردر بريمن، هذا النادي الذي كان رقما صعبا في المواسم الماضية، ما السبب برأيك في تراجع مستوى هذا النادي العريق نوعا ما؟ بريمن مشكلته مشكلة الأندية الألمانية بشكل عام، إذا ما استثنينا بايرن ودورتموند واليوم لايبزيغ، تعاني من ضعف بالإدارات، الإدارات غير قادرة على الحفاظ على لاعبينها. بريمن كان يملك لاعبين مميزين، ولكن عندما تأتي أندية أجنبية أو حتى أندية قادرة على دفع ماليا في ألمانيا يقومون بدفع أموال باهظة ويأخذون اللاعب، وبالتالي هذا النادي الضعيف ماديا وإداريا لا يستطيع أن يحضر لاعبين بدلاء لمن استغنى عنهم، وهذا بالطبع لن يؤهلهم ولا يمكنهم من مجاراة ومواجهة كل من دورتموند وباير واليوم لايبزيغ، لذلك هذا الأمر أدى إلى تراجع كبير في بريمن، حتى كان يتواجد معهم بيتزارو، ولكن أنت ليس بإمكانك أن تعتمد على لاعب لاعبان أو ثلاثة، بالتالي أنت تحتاج إلى تشكيلة مثالية وكاملة لكي تواجه الكبار في الدوري. واليوم ننوه بما قام به اليوم النادي للدلالة عن أنه نادي يعني يعاني مشاكل مالية وإدارية في خضم هذه الأزمة، هناك أو أعلن رئيس النادي بأنهم قد يقتطعون ويخفضون من رواتب اللاعبين، فيعني هذا أكبر دليل على تراجع هذا النادي. نعم فعلا ليال، فيردر بريمن يمتلك أسوأ هجوم في هذا الموسم حتى الآن، وأيضا أسوأ دفاع، تلقت شباك بريمن 55 إصابة وسجل مهاجموه فقط 27 هدفا. نعم هذا ما كنت أقوله، يعانون دفاعيا وهجوميا. نعم. حسب ما أذكر هناك من في مباراة واحدة شباكه تلقت 6 أهداف، إذن هناك خلل دفاعي هنالك خلل هجومي، ولا يوجد من يعود أن تعتمد على لاعب في 30 أو 32 من العمر كمهاجم وهو يغيب فترات وفترات يعود،
ثم أنت لا تملك لاعبين شباب وقادرين على المواجهة، طبعا لن تستطيع الصمود. وهذا التراجع الرهيب هذا الموسم، لمحنا بريمر لم نعتد على أن يتلقى شباك هذه الأهداف الكثيرة في أكثر من مباراة، وهذا الموسم للأسف التراجع كله ظهر. وسنرى ماذا بعد هذه الأزمة، قد لا نرى هذا النادي قادر على الصمود والتواجد بين الأندية. نعم ليال، خلينا نسلط الضوء فيما تبقى من وقت البرنامج على هذا الوباء الذي يهدد البشرية برمتها وتعامل الأندية والاتحاد الألماني مع هذا الوباء. فعلا شيء يعني يرفع له القبعة احتراما، الاتحاد الألماني والمنتخب الألماني يتبرع بمليونين ونصف المليون للقضاء أو مكافحة ومحاربة هذا الوباء فيروس كورونا. نعم، كان المنتخب الألماني من أول الرياضيين أو المنتخبات في عالم كرة القدم الذين قاموا بهذه اللفتة المميزة جدا من فريق العمل بشكل كامل، حيث تبرع كما قلت حضرتك بمليونين ونصف لمواجهة هذا الفيروس الذي يجتاح العالم، بالإضافة إلى المدرب يوكيم لوف ومساعده برهوف اللذان تبرعا براتبهما أيضا للمساعدة، بالإضافة إلى قائد المنتخب الألماني مانويل نوير أيضا الذي تبرع من أجل مواجهة هذا الفيروس ومساعدة ألمانيا. واليوم أعلن أيضا كيميتش وغوريتسكا لاعبا المنتخب الألماني بتبرعهما بمليون يورو. هذا الأمر يعني أكثر من ممتاز، خاصة أن كرة القدم ليس بإمكاننا أن نتابعها وأن تستكمل بدون لاعبين بدون جمهور، والفيروس للأسف ضرب كل الناس حتى وصل إلى اللاعبين. كما أيضا إذا أردنا أن نذهب، هناك بعض الأندية التي ستساهم أيضا بدفع بعض الأموال لمساعدة المواطنين. نعم، أيضا مونشنغلادباخ، لاعبو مونشنغلادباخ قرروا التخلي عن رواتبهم من أجل الحفاظ على مكانة النادي والمساهمة في منافسته على لقب الدوري. نعم، أيضا غلادباخ باستطاعته أن يقوم بهذا الأمر. إذا عدنا قليلا إلى ما كنا نتحدث عنه عن بريمن بالعكس هو قطع من رواتب لاعبيه لكي يبقى على متواجدا في بين الأندية الألمانية. أيضا لفتة مميزة جدا من لاعبي مونشنغلادباخ ومن إداراتهم، بالإضافة إلى لفتة جميلة جدا من نادي دورتموند الذي اليوم أيضا راح ينشر الملصقات التي تدعو الناس بالالتزام بمنازلهم وأخذ الوقاية من هذا الفيروس. هناك تكاتف و تعامل ممتاز جدا بالأندية الألمانية اليوم، والتي تحاول بقدر المستطاع الابتعاد عن أي إصابات وعن أي مشاكل. وسنرى الآن كل الأنظار تتجه نحو ما الذي سوف يقرره الاتحاد في 31 من هذا الشهر، هل ستستكمل هذه المباراة هذا الدوري، هل سيستكمل أم أن سوف يتم إيقافه. وهناك عدة نقاط وعدة اختيارات موجودة ومطروحة عندهم. نعم، على ذكر التبرعات أيضا ليال، متصدر لائحة الهدافين روبرتو ليفاندوفسكي وزوجته تبرعا بمبلغ مليون يورو لمكافحة هذا الفيروس. يعني حملة التبرعات تتواصل سواء في المنتخب الألماني أو في القلعة البافارية من أجل التخلص من هذا الوباء. أيضا نعم، هو أمر معتاد، ليس أمرا غريبا، خاصة على الذين يتابعون كرة القدم، هي من أبرز مفاهيمها وعناوينها هي المساعدة، فما بالكم في هكذا وضع سيء جدا تعاني منها البلاد الأوروبية تحديدا. ما قام به ليفاندوفسكي هو زوجته أيضا هي رياضية، كان لفتة جدا مميزة، مساهمة مهمة جدا إن كان منه، وكما أشرت أيضا إلى مساهمة اللاعبين الآخرين الألمان. وهناك أيضا من لا يساهم ماديا، هناك من يساهم معنويا عبر نشر فيديوهات كتدريبات أفكار للتواجد والحجر المنزلي للوقاية بأكثر
طريقة ممكنة والابتعاد على عدم نشر هذا الفيروس كما فعل توماس مولر، ديفيد ألابا وماريو جوتزي والكثير من اللاعبين في الدوري. نعم ليال، الاتحاد الألماني بطبيعة الحال أوقف الدوري حتى الثاني من نيسان، هل بإمكان الدوري أن يستمر؟ وفي حال استمراره بأي صورة يمكن استكماله؟ حاليا إذا كرأي شخصي من سبع المستحيلات أن يستكمل حاليا، خاصة أن الانتشار كبير جدا، مثلا منطقة بافاريا مغلقة إغلاقا تاما اليوم. ولكن إذا خفت حدة انتشار هذا الفيروس وأوجدوا حلا، هناك عدة حلول. الحل الأول هو أن تستكمل هذه البطولة طبعا بدون جمهور في كل الحالات، الجمهور لن يتواجد، ولكن هناك فكرة كانت موجودة بأنه سوف يتم اختيار بعض الملاعب في بعض المناطق، مثلا الأليانز أرينا في الجنوب، في الغرب عندنا سيجنال إيدونا بارك، وسوف تقام عليها معظم المباريات، وطبعا سوف يقومون بحجز فنادق محددة فقط يتواجد فيها لاعبو الفريق، يتجهون من الفندق إلى الملعب ثم يعودون إلى الفندق ويغادرون، بالتالي لا يحتكون مع أي شخص، وهذا للوقاية. طبعا المباريات تكون بدون جمهور في ملاعب محددة كما قلت في بعض المناطق، مثل مثل اليورو او الدور الاوروبي، هكذا سوف تطلب. هذا يعني هذه الفكرة الاولى. اما الفكرة الثانية فهي إقامة مباراة كل يومين من الاسبوع، مثل الانجليش ويكس كما يقومون في انجلترا، كل فريق يقوم بمباراتين في كل اسبوع، وبالتالي سوف ينتهي الدوري في 4 أسابيع تقريبا، وهذا سوف يسرع من انتهاء الدوري، تكون النتائج كلها واضحة ويتوقون بشكل كامل من انتشار الفيروس او اصابة اي احد من الفريق. نعم ليال، نتمنى بطبيعة الحال استكمال البطولة الألمانية وأيضا البطولات الأوروبية الأخرى. إلى هنا نأتي لنهاية حلقة الليلة، أشكرك جزيل الشكر ليال التيماني الإعلامية الرياضية، كنت معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت. أشكر حضرتك وكل المشاهدين، وأتمنى السلامة لجميع الناس. شكرا لك، والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب وحسن المتابعة، دمتم بخير، إلى اللقاء. ميسي ساعدك، جولاسو جولاسو نيمار، شاعر.